الزيادات على الأقساط المدرسية باتت مؤكدة في ظل توجه لإقرار 4.5 درجات لمعلمي التعليم الأساسي أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي، وهذه الزيادة تبدأ من 300 ألف ليرة كحد أدنى تبعا لعدد تلامذة المدارس الخاصة، وهي مرجحة للارتفاع في المدارس التي يقل فيها عدد التلامذة عن 1500. أما في المدارس الخاصة المجانية فالزيادة المرتقبة هي بحدود 240 ألف ليرة، وستكون سببا لإقفال بعض هذه المؤسسات في حال لم ترفع الدولة دعمها. وأمام هذا الواقع يقف الأهالي لا حول لهم ولا قوة. شو الحل يعني برأيك؟ ما فينا نعمل شيء، مجبورة أدفع. عم ندفع. ولدين صغار مليون ليرة كتب بعد ما بلشت، لا بقسط مدرسة لا بأوتوكار لا بالفورنتور لا تياب لا شيء، يعني كيف بدك تلحق؟ ما بعرف. فالمعتر عم يتدين واخرتها كيف الضيوفه ما بعرف. مع ارتفاع الاعباء الاقتصاديه والاجتماعيه تاتي الاقساط المدرسيه وما يرافقها من مستلزمات الدخول الى المدرسه لتوجه ضربه قاسيه للاهالي لا سيما ذوي الدخل المحدود مع مطلع العام الدراسي، وبحسابات بسيطه فان تكلفه الدخول الى المدرسه قد زادت عن العام الماضي حوالي 10%. اذا قصت 3 ملايين راح يطلع له البيت 300 ألف، وإذا عنده 3 أولاد هودي حوالي 1 مليون ليرة رح يزيد، رح يحس حاله. إذا القسط 5 ملايين رح يطلع له 500 ألف، وهلا عم يحكوا بدرجات جديدة. إذا في درجات جديدة رح تزيدوا كمان. أكيد كمان في تطور مدرسي كل سنة، تكنولوجيا جديدة وكل المدارس بدها تفوتها بدها تقوم فيها، وهي كلها مكلفة. إذا مكلفة المدارس بدها تحملها للأهل. معالي الوزير، يعني 4.5 درجات أمتين مبدئيا أعددتوا المشروع رفعتوه خلاص؟ نحن رفعناه لمجلس الوزراء، طبعا بده ينبحث بمجلس الوزراء وعلى ضوءه بينبحث باللجان المختلفة، يعني بتصور بيلحق نفس المسار يلي ماشي فيه مشروع القانون لل4.5 درجات تبع التعليم الثانوي. الأقساط الجديدة تتحدد بشكلها النهائي ما بين تشرين الثاني وكانون الأول بعد أن تكون المدرسة قد أنجزت موازنتها، وبعد أن يكون الأهالي قد تلقوا صدمة ارتفاع أسعار الكتب والقرطاسية والزي المدرسي. فرنسا كل سنة بتزيدها 2-3%، والدور اللبنانية كمان في كم كتاب من زادين 2-3%، يعني كل كتاب عم نحكي ب 30 يورو، يعني 50 ألف 60 ألف 65 ألف، هذا المعدل الكتاب تقريبا. المشهد قبيل العام الدراسي يتكرر، فهل من حلول جذرية؟ في مشروع من زمان الدولة مفروض تمشي فيه، وأنا بدعي كل المسؤولين بالدولة أنه ليه ما بيطلعوا فيه، هو مشروع الضمان التربوي مثل الضمان الصحي. في حاجة لسلسلة رتب ورواتب متكاملة لكل القطاع التربوي، هذا الأمر غير موجود الآن، وفي حاجة لأنه نفس الموضوع راح يتكرر في أي سنوات قادمة. بتكون تباشر بإعداد هذا الشيء يعني؟ نحن راح نباشر بهذا الموضوع يعني لحل المشكلة بشكل نهائي. وفي الانتظار يبقى الوضع عند بدء كل عام دراسي على ما هو عليه.